مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن الفيديو اللي نزل بالبرازيل وباليابان وبفرنسا، اللي هو الإعلان الترويجي لفورتنايت، وبيحكي شو صار بهذا الفيديو وشو الناس اكتشفت وشو آخر شيء الناس ظهرت معه بهذا الإعلان. وإذا أنت أول مرة بتشاهد هذا الفيديو عندي على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس، وخليك كمان مقطع الآخر لأنه البطل بس تبع السيزون الثاني رح يكون مجانا من قناتي لأحد من المتابعين عندي بالقناة، وشوفوا الشروط ومشاهدة ممتعة. أول شيء مثل ما بنعرف اليوم تاريخ 16 اللي هو الموافق يوم الأحد، فزينا كلياتنا على فيديو نزل بأنحاء العالم مثل أمريكا ومثل البرازيل ومثل اليابان وكذا مكان نزل وكذا إعلان نزل لفورتنايت اليوم. شو صار اليوم؟ اليوم فورتنايت نزلت فيديو اللي هو بالبرازيل اللي ظاهر امامكم، نزل بمحطة المترو. بهذا محطة المترو نزل هذا الاعلان وعليه ايد ذهبي، اللي هي واثقين 100% انه هذا الاعلان او هذا السيزون رح يكون كله ذهب بذهب، ومتعلق بسكن اورو اللي هلا ظاهر امامكم بالشاشة. سكن اورو معناته انه هو وادي الذهب او الذهب بالاسباني، فهذا السيزون الثاني رح يكون متعلق بالذهب 100%، ورح يكون له علاقة بالذهب وموارد الذهب مثل ما حكوا، بس لحد الآن ما حدا واثق من هذا الشيء. هذا الفيديو اللي انتو ظاهر امامكم اللي صار بمحطة المترو اللي بالبرازيل، في رقم موجود عليه. هذا الرقم لما تتصل عليه بيطلع لك شخص عم يحكي بالبرازيلي. رح اترككم مع المقطع تشوفوا شو عم يحكي او تسمعوا شو عم يحكي وتشوفوا المقطع كامل، بعدين بشرح لكم شو عم يحكي. مثل ما سمعتوا يلي قالوا، هاي اللغة برازيلية تقريبا مثل ما كل الناس حكيت. ترجمت هذا الكلام انه شخص بيتصل على شخص تاني وبيقول له انه نعم سيدي، وبيقول له انه تم استدعاء العملاء. تم استدعاء العملاء لحد الان هي مو معروف شو معناتها، لانه هو هذا اعلام مو مفهوم، يعني غامض كتير بالنسبة للناس. بعدين برد عليه بيقول له انه بطاقة الوصول الى القبو تم شرائها، يعني تم حصول على بطاقة القبو اللي ظاهر امامكم بالشاشة اللي هو تبع هايدرا 16 او هايدرا 16، هيك اسمها المنطقة تقريبا. هاي المنطقة فيها ابو او فيها كراج مقفول، اللي هي للناس التانية المول خيرين تبعات البطل بس، اللي نزل لهم اشكال وستايلات تانية اللي هن الحمر، واللي لهم صورة بتظهر فيهم انه عم يبيعوا اسلحة غير مرخصة لناس تانية. هن هاي السيزون هذا رح يكون تقريبا بين شخصين او بين حزبين، يعني ناس منيحة وناس مو منيحة مثل ما كل الناس حكيت. ومثل ما شايفين بالصورة شلون هذا السكين احمر وسكين ريبلي، في منه احمر في منه ازرق، يعني هذا السيزون رح يكون بين نوعين من الاشخاص، ناس منيحة وناس سيئة. شو بنفهم من هذا الكلام كله؟ بنفهم انه من هذا الاعلان في ايد ذهبية، وهالايد الذهبية بتدل على انه في شيء ذهبي رح يجي. وشركة فورتنايت غيرت الصورة تبع التويتر تبعها وتبع الفيسبوك على صورة اف اللي هي ظاهرة امامكم لونها ذهبي، يعني هذا بدل على انه السيزون كلياته ذهب بذهب مثل ما حكوا الناس، بس لحد الان ما في شيء موثق. وبالنسبة للجزيرة اللي هي بوسط الماب، في ناس نزلت عليها اليوم ولقوا الاساس لونها ذهبي وعم يتكسر، ما عم يطلع منها خشب، عم يطلع منها حديد. مثل هذا الشيء نحن بنستنتج انه هذا السيزون رح يكون قوي جدا على حسب ما شفنا، لانه بالسيزون الثامن والسيزون السابع ايام هذيك السيزون عملوا اعلانات بالشوارع مثل هدول الاعلانات اللي ظاهرين امامكم، صاروا بالبنايات وصاروا بالشاشات. عملوا اعلانات بلندن، صاروا ينشروا لاما بكل مكان مثل ما ظاهر امامكم بالشاشة، صاروا يحطوا لاما بكل مكان بلندن، بعدين صاروا يحطوا برجر بالصحراء بامريكا. فهذا الشيء كان بداية سيزون قوي، وقت صارت تفتح الريفت وصار حدث المكعبات وصار بعدها هيك، فهي بداية قصة جديدة. فهلا هن هيك داخلين على قصة جديدة. نحكي الموضوع اللي معنا هو مشان البطل بس او السيزون الثاني المجاني. كل عليك انك انت بهذا الفيديو تحط لايك للفيديو، تشترك بالقناة، وتكتب كومنت باسمك وباسم الاي دي تبعك اللي هو فورتنايت، واسم حسابك على الانستغرام. انا رح اعمل سحب عشوائي على التعليقات، واحد من الفائزين رح يطلع اسمه بالشكل العشوائي رح يربح السيزون الثاني، وتواصل معه انا او هو يتواصل معي من خلال التعليقات او حساب الفيسبوك، وان شاء الله بدي احول له سيزون 2 مجانا لإله اللي هو موافق يوم الخميس. انا رح نزل السحب
يوم الخميس بعد الاعلان الرسمي لفورتنايت او بعد شراء البطل باس. انا عندي رح انزل لكم فيديو شراء البطل باس واعرض لكم البطل باس كامل تبع السيزون الثاني يوم الخميس ان شاء الله. فبهذا اليوم انا ان شاء الله رح اعمل سحب بهذا الفيديو وبيطلع اسم الفائز. وكل اللي عليك انت مثل ما قلت لك تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تحط لايك على الفيديو وتكتب كومنت باسم الاي دي تبعك وبالاسم تبع الانستغرام شيء اتواصل معك فيه او رقم واتساب اي شيء بس. فهيك انت بيكون الك البطل بس ان شاء الله، بيكون من نصيب اي شخص كان من الاشخاص. مثل ما قلت لك الشروط سهلة كتير وبسيطة. فمثل ما استنتجنا لحنا انه سكين اورو يلي هو الذهبي هذا اللي نزل تحديث 11.50 يلي نزل هو وما نزل لا بالايتم شوب ولا شيء، مثل ما استنتجنا انه هذا السكين له علاقة 100% بالسيزون الثاني اللي هو الذهبي هاد، بس لحد الان مو معروف هل هو تيرمية ولا رح ينزل ايتم شوب ولا رح ينزل شخصية بالحدث القادم. لحد الان ما بنعرف. فورتنايت عم ترمي اشياء لبعد سيزون واحد وسيزون اثنين وسيزون ثلاثة، عم ترمي اشياء لمدى بعيد، فصعب الواحد يعرف او صعب الواحد يتحذر لان الموضوع صعب. وفورتنايت صايرة عم تنزل اشياء كتير وعم تبتدي قصص جديدة. اليوم هلا بداية هاي القصة الجديدة ان شاء الله رح تبلش معنا، رح تبلش معنا يوم الخميس هاي القصة، ورح كون معكم كل يوم فيديو جديد اشرح لكم اي شيء بينزل جديد بجديد ونشوف شو بيصير واخر الاخبار. هيك وصلنا لهات مقطعنا اليوم. يا ريت اذا انت مو مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو، هيك بتكون دعمتني كتير. وبتشكر كل شخص اشترك اخر فتره بالقناه ودعمني، الله يسعدكم على الدعم الحلو كتير. وشكرا على المشاهده اذا كملت المقطع للاخر، ولا تنسوا الجيف اواي مثل ما قلت لكم الشروط تبعه. ان شاء الله بركي بيكون انت من نصيبك الجيف اواي بتربح سيزون 2 مجانا. شكرا على المشاهدة وبرعاية الله.